أزيد من 30 سنة قضاها إبراهيم جرادي يجوب بين معالم الموقع الأثري زانولات سبع التابع لبلدية زانا البيضاء بولاية باتنا، يكشف لنا عن بعض أسرار المدينة العريقة ديانا فيترانيوم التي شيدها الرومان وحولها الأحفاد البيزنطيون إلى قلاع وحصون. احنا رانا في زانا المدينة الرومانية اللي تسمى ديانا فيترانوريوم، تأسست بداية القرن الثاني حوالي 140 بأمر من الإمبراطور تراجان. المدينة تتربع على مساحة قارب 90 هكتار بها معالم بارزة. كاينة ثاني من ضمن أهم المعالم اللي راهي بارزة القلعة البيزنطية اللي تبنات مواد البناء اللي داوهم البيزنطيين من المرافق الرومانية اللي كانت دايرة بالفورعوم. القلعة ثاني ما جراتش عليها حفريات ولا دراسات. الدعوة إلى تهيئة الموقع الأثري بغية استقبال الزوار والباحثين وحمايته من التخريب والاحتداءات المتكررة. أنا كعامل هنا منذ أزيد من 30 سنة نشوف انعدام الكهرباء، الماء ما كانش، مرافق اللي كيجيو الباحثين ولا الطلبة ولا ما كانش وين حتى وين ياكل يدير كسكروت، ما كانش وين يرقد. المهم جميع شروط اللي تحفزك العمل وتخليك تدير حوايج بزاف محرومين منهم ما عندناش. نستغل اي فرصه باش نشحر بهذه المدينه وباش يجيونا الناس، لعله تكون التفاته جديه من قبل السلطات. لا تزال الكثير من المعالم المدفونه والاسرار التي لم تبح بها مدينه ديانا التي اخذت اسمها من الهه الصيد والطبيعه حسب اساطير الاغريق والرومان تنتظر الحفريات والتنقيب عن اسرارها المخفيه.